ما مشيتو راه من نهار في اطار فعاليه الاسبوع الاخضر نتواجد في اطار القافله البيئيه الطاقات المتجدده لمؤسسه المطار، على اساس باش انك مجموعه من المواراشات البيئيه ذي الطاقات المتجدده نستهدف في جل المخيم حضاري داخل الاقليم بتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، وذيس ثمانيه الورشات، ذيس ورشه الطاقات المتجدده، ورشه البستانه، ورشه تنشيط التربوي البيئي، ورشه المعامل التربويه، ورشه اعاده التدوير، والورشات الاخرى. ما مشيت ورم ازيد من 300 واحد يستافد النهار كي نقص مختلف جهات المغرب. نساو راس نخدتو عياد التحسيس للجانب البيئه التنميه المستدامه، على اساس باش خاصني نعكسي جن الشكل الايجابي لدي المدارس المسنده بالنسبه للاطر التربويه. وشكرا. تحتنا الفرصه يعني جديده مع جمعيه سمايل اننا نشارك معهم هذا اللقاء التواصلي مع الشباب ومع الاطفال المتمدرسين اللي كاينين موجودين حاضرين معنا، باش نحاولوا نوعيهم اكثر حول الطاقات المتجدده، ونوعيهم اكثر حول الايجابيات اللي كاينين في الطاقات المتجدده، وحاولنا اننا نكونوا معهم مشاركين اكثر وبقرب اكثر بالطاقات المتجدده وفي طريقه التركيب وفي طريقه انشاء الطاقات المتجدده. الحمد لله جمعيه سمايل اتاحت لنا فرصه في هذا الاسبوع الاخضر الثالث اننا نشاركوا معهم في المعرض ديالهم في هذا اللقاء المتميز اللي دار في مدينه الناظور. والحمد لله اللقاءات اللي كانت دازت قبل دازت بشكل يعني جيد، ولمسنا فيها مجموعه ديال التفاعل من ناحيه المواطنين القاطنين بمدينه الناظور، ولا بالناس المقيمين بالخارج اللي جاوا تواصلوا معنا وحاولوا تعرفوا على الطاقات المتجدده عن قرب بالنسبه للمنطقه. الحمد لله الجمعيه دارت مجموعه ديال الانشطه، كانت انشطه ناجحه وكانت انشطه اللي كانت فعاله، وكنا اثرنا فيها مجموعه ديال التقنيات الجديده في الطاقه المتجدده كالضخ الشمسي، كتسخين المياه بالطاقه المتجدده يعني بالطاقه الشمسيه، وحاولنا نطرحوا للمواطنين الاشكال الجديده في ترشيد استهلاك الطاقه المتجدده. والان جات فرصه جديده اننا نشاركوا معهم في هذا اللقاء التواصلي في هذه القافله اليوم، وغادي نحاولوا ما امكن اننا نقربوا هذا الميدان هذا الاكثر للفئه الناشئه من الشباب ومن الاطفال، انهم يكونوا اكثر تواصل مع هذه الطاقات المتجدده، باش ما تكونش عندهم واحد الهاجس لا هو واحد التخوف في الناحيه التعريفيه لهذا النظام الجديد لترشيد الطاقه واللي هو صديق للبيئه. والحمد لله كنتمناو الاستمراريه والمواسم اكثر وتكون دقه وفعاليه ويكونوا انشطه اكثر يعني اكثر دقه في هذا الميدان هذا، لانه ميدان كبير وميدان متشعب خصو مجموعه ديال تضافر الجهود. والان كنشكر جدا الجمعيه على هذا المجهود الجبار اللي دارته في اطار انجاح هذه التظاهره، وشكرا. دورنا هنا في تظاهرة الأسبوع الأخضر بمدينة الناظور، دوري هنا هو نشر الثقافة البيئية، كيفاش كنستثمروا الطاقة الطبيعية ورجعوها هذه الكرات الفنية. في المجال ديالي هنا كمؤطر في مجال الفن الإيكولوجي، كيفاش كنديروا واحد نقدوا البيئة ولكن في نفس الوقت ندير واحد المشروع مدير للدخل. والدور ديالنا كنسلطوا الضوء على الوليدات والناشئة البقية بصفة عامة، وكنوضحوا لهم بأنه البقية راه ماشي بقية كرؤية تقليدية، وإنما البقية كذهب خام. مثلا كالذهب اللي كيخرجوا من الارض ما كيخرجش ذهب وما كيخرج تراب، وكيفوت مجموعه من المراحل باش كان عاد حصلوا على سبائك وفي نفس الوقت كيولي تصميم. كذلك حنا كتشوف واحد المنتجات اللي مورانا كانوا غير بقايا بسيطه ولكن رجعوا كنماذج ذو مستوى عالي، نقدروا حتى اللوحه مثلا نبيعوها ب 1000 درهم 2000 درهم مثلا فما فوق، لان حتى النموذج عنده علاقه مع المكان والزمن هو اللي كيحدد الثمن. فبدوري اشكر جمعيه سمايل للثقافه، لان هما اللي كانوا السبب ديالنا باش حضرنا معكم في هذه التظاهره، وكانت تظاهره من الوزن الثقيل تبارك الله، وكانت واجد الان بثانويه المطار بمدينه الناظور، وتفاعلنا مع مجموعه من الناشئه مختلف الاعمار واشتغلنا في ذاك الشيء بمستوى عالي. نشكركم كذلك، نشكر ناظور سيتي. اليوم حنايا في ثانويه المطار باش نقربوا الاطفال ديال الكشفيه اللي جايين من مدينه فاس للمفاهيم ديال دائما تيمه هذه العمليه النجاعه الطاقيه. من بعد ما درنا اتولي للناس كبار، اليوم كنقربوا الفئه العمريه الصغيره من هذه المفاهيم. كانوا ورشات اخرين بحال الخدع السينمائيه بحال اعاده التدوير، ولكن
اهم ورشه ربما هي اللي كتبع لو تيم ديال هذا العام اللي هي الطاقات المتجدده. اليوم جبنا لهم الماتيريال باش يشوفوا هذا الشيء يقيسوه بيديهم ويعرفوه كاع هاد المفاهيم، ولكن مع انهم فئه صغيره يتعرفوا على هذا الشيء مزيان لانه المستقبل ولانهم هم المستقبل، وهاد الطاقات وهذه هي التكنولوجيا الجديده والمستقبليه.